مشوار طويل وانت عليه مش حملي. مش عليك الموضوع بالنسبة لي صعب جدا. تقعدش تشتكي. ما في ايه؟ ده فيك روح وبدن. اللعبة أكبر منه بكتير، دي مش لعبتكم. تداوب ليه بعد شكات وبنكتب؟ لازم تبقى عارف أنت داخل على إيه بالظبط. أنا لازم أكسب. صعب. أمال فين الناس بتوعنا يا أخي؟ أنا كفرعون بيهم بنات. الله يقوم جهز نفسك. أنت بره يا ضم ساحب. الله يرحمني. أنا لما تتكلم معايا ما ترفعش صوتك أبدا. يا عم خد برستيجك واقعد وسايبر. الجمل بيجوع هاكلونا. هو ده الكلام. اسمع الكلام والحق اللي جاي. صح كده، انا وانت بنكتب التاريخ. وافتح صدرك للعالم واغلبه.